جماهير ما زالت تتوافد على الملاعب، صور اولى توضح لك التركيز والجاهزيه الكبيره والاستعدادات الكبيره لهذا اللقاء واللي ننتظر منه الكثير. لا تذهبوا بعيدا. تحياتي مشاهدينا لكم متابعينا من ملعب سانتياغو برنابيو. سعيد بتواجدي معكم اليوم، احبكم فارس عوض، ولقاء اليوم ياتي ضمن منافسات بطوله الدوري الاسباني. على امل بان تكون مواجهه على قدر التوقعات. ريال مدريد ونتائج ليست سيئه في بدايه الموسم، ليس من السهل السير وفق الحسابات والتوقعات، النزول عنها قليلا لن يضر خاصه في بدايه الموسم، لكن يعطينا مؤشرات على اداء الفريق وانه بحاجه الى التحسن. فرصه امام رودريجو. الله على التألق، شوف البراعه، شوف النجاح في التصدي. ركليه في المنتصف. الخطوره ما زالت قائمه في هذه اللحظات. خطأ في مكان خطير. هل يسجلها الآن؟ حكيمي. ملعوبة إلى روديغر. بيلينغهام. الآن مع فالفيردي. تصل فابينيو. كرة تصل إلى مندي. بيلينغهام. مبابي. وصلت إلى فينيسيوس. خطأ وركلة حرة في مكان قد تشكل خطورة. أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا ومتابعينا، النتيجة 1-0 الآن. نقل بكل سلاسة. رائع كورتوا في ردة الفعل الكبيرة. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء. الضغط العالي ناجح هنا، والان ممكن ان تاتي الفرصه. ضربه حره لريال مدريد. يفقد الكره بعد غياب في التركيز في التمريره. انطلاقة هجومية من جانب فينيسيوس وامال كبيرة معلقة عليه. توقيت ممتاز في التدخل، ابعاد الخطورة في هذه اللحظات. بدون الدفاع الان، دفاع ملتزم على خط المنطقة. من لمس هذه الكرة كان المدافع، وبالتالي ضربة ركنية. شاهد الإعادة، الكرة التي جاء من هدف التقدم. ركنية تنفذ داخل ال 18. بيلعب الكرة على الطاير. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. جدا قطع الكرة في هذا المكان. مبابي. الجماهير تبحث عن تسديده من مبابي. مبابي. مستحيل، الكرة في المرمى. الهدف ياتي وريال مدريد بفارق الهدفين الان. هدف يوزع الفارق مشاهدينا، النتيجة الان هدفين مقابل لا شيء. Yes.
ميلينكا ملعوبة إلى فابينيو. أن نشاهد فرصة في هذه اللحظات كان ممكن تكون خطيرة، لكن الحكام يعلن عن وجود خطأ من مسافة قريبة جداً. يوقف هذه الكرة. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. خلاص راح التهديد من على المرمى. بيلينغهام. الحارس بيوقف الكرة الماضية بدون صعوبة. شوف الضغط العالي الآن على الدفاع. يتقدم بكل قوة في منطقة الخطورة. فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. يا سلام، إنقاذ ممتاز من كورتوا. بيرفعها في وسط 18. هجوم قائم بعد فشل في الإبعاد. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يستحوذ على الكرة. عرضية سيئة والكرة مقطوعة. كرة تصل إلى ضربة ركنية. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. محاولة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. دقائق قليلة تصل عن نهاية الشوط الأول، وليتقدم فيها الريال الملكي تقدما مريحا هنا، ويبدو بأن في طريقة لتحقيق الانتصار. مهم جدا الشكل الهجومي للفريق. كرة خطيرة لتقليص الفارق. فقدان الكرة من جانب ميليتاو. والتصويبة خطيرة. هدف يقربهم من العودة ويصحح الأوضاع. نشوف الإعادة ونشوف العمل الكبير من الفريق في هذا الهدف. ضغط منظم ومتواصل واستغلال الفرصة بعد استعادة الكرة والتسجيل مباشرة في هدف يجب أن يدرس. والكرة تخرج إلى ضربة الزاوية. مستحيل هذا التصدي. الله على الكرة الرأسية مثالية باتجاه المرمى، لكن الحارس يبعدها. الفريق يلعب بشكل ممتاز، وهذا بالتأكيد له تأثير على المدرب. الآن يتمنى بأن الفريق يسجل أيضا مزيد من الأهداف. ولا نهاية شوط المباراة الأول في ملعب سانتياغو برنابيو. ينطلق الآن شوط المباراة الثاني وسط أجواء كبيرة جدا. ضغط مثالي من الدفاع. يضطر اللاعب للخروج بالكرة إلى خارج الملعب. المدرب إذن قرر أن يغير في هذه اللحظات. تدخل قوي. تقدم إلى الأمام مع الكثير من الخيارات المتاحة. بيرلا ميندي. دفاع ككتلة واحدة من الخلف بدون اندفاع. الكرة متاحة للتسجيل. تدخل رائع يلهي الخطورة الآن.
الأخبار في الانتقالات تتحدث عن نجاح إيفرتون في ضم لاعب جديد، موهبة كبيرة ومنتظرة منه الكثير في الفترة المقبلة. إذا سار على المسار المتوقع لمسيرته وتطور بالشكل المطلوب، رح يكون لاعب كبير وأسطورة في الملاعب. بسهولة يتصدى لطريق الكرة، فرصة للتعادل من الضربة الركلية. بلوك رائع هنا، ضغط لا توقف مشاهدينا، وركلية أخرى، ركنية باتجاه المنطقة. تحسم الأمور وتنتهي الخطورة هنا. حارس المرمى يسيطر على الكرة بكل هدوء. صافرة وخطأ لمصلحة ريال مدريد. يعترف ويستعيد الكرة. بالنسبة إلى المباراة الجاية في بطولة الليغا، الجميع بانتظار لقاء فريق ريال مدريد الثاني، حيث سيقابل فريق فياريال خارج ملعبه. وسأكون حضراتكم في المباراة لتقديم تغطية شاملة لكل أحداث هذا اللقاء. يتألق الحارس ويتصدى. الآن يشاهد اللاعبين وعمليات الإحماء على الخط. ممكن أن يكون هناك تبديل في الدقائق القليلة القادمة. تصويبة لم تكن بين الخشبات الثلاث، ضاعت الكرة. هدوء كبير في بناء الهجمة بالرغم من تأخر الفريق في النتيجة. رودريجو، مبابي، دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. بنشوف الآن التقدم الهجومي ماذا سيسفر عنا في النهاية. شوف الضغط، مطالب بتشتيت الكرة. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. حلوة الكرة البينية، يلا أنت وضميرك، أنت وضميرك. أمام مساحة كبيرة للاستغلال الآن، لكن تنتهي خطورة الهجمة خلاص. بيلينغهام، الآن مع بيلينغهام، فرصة ومجهود رائع من أجل توسيع الفارق. ضاعت المحاولة، لكن ما تقدر تلومه على ضياع الفرصة، في الحقيقة بذل المجهود فيها. شوط ثاني يلفظ الفاس الأخيرة هنا مشاهدينا، وأصحاب الأرض يتقدمون في النتيجة حتى اللحظة. دقائق أخيرة. مبابي نجم المباراة، حريص القمة، حديث اليوم، أنشيط الصحفي غدا، يتألق ويسجل هاتريك في هذا اللقاء. أنخيل دياز، يوقف الدفاع في الوقت المناسب. بيلعب الكرة في منتصف ال 18. تسع دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة نهائية.